نادي الغاتسية، ولأني محب لنادي الغاتسية، ولأني خدمت نادي الغاتسية، ولأني يعني أخلصت لهذا النادي اللي له فضل كبير علي، أنا أستغرب حقيقة من يشاهد نادي الغاتسية في هذا الوضع، وضع الفريق اللي لا لون ولا طعم ولا أداء حقيقة يعني يليق بسمعة هذا الفريق المطعم بالنجوم، يعرف أن هناك في خلل خارج الملعب، وقد يكون هذا الخلل بنسبة 90% أن المدرب ما يعرف يسيطر على هؤلاء النجوم. المدرب نادي الغاتسية استغرب حقيقة تمسك النادي أو إصرارهم على بقاء إلى الآن، رغم أن خسرنا بطولة الدوري بخسارة يعني ما تليق حقيقة. نادي الغاتسية من الجولة الثامنة ما ينافس، كبيرة بحق نادي الغاتسية حقيقة. من باب لاعب مخلص، أخذوني مشجع لاعب مخلص يعني وقريب من اللاعبين، ما في فريق بعناصره أقوى من نادي الغاتسية. احنا الأفضل، واحنا نملك في كل مركز بدال لاعب لاعبين، الفريق الوحيد اللي يملك بدلاء نادي الغاتسية. لكن مصيبة ان المدرب ما راح يعرف حق هاللاعبين. تدرون ليش؟ لان المدرب هذا يعتمد على 12 لاعب، وهذا الاسلوب ما يصلح مع نادي الغاتسية، ما ينفع معانا. مكة والله أدرب شعبها يا جماعة، 18 سنة في نادي الغاتسية، وعرف شلون اللاعبين النجوم نادي الغاتسية شلون يفكرون وشلون يرتاحون في 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 حتى تمارينهم. التمرين يا جماعة يعني يعكس المباراة. اللاعب لما يروح للنادي ويتمرن ويشوف تجاهل، أكيد بيقل طموحه، بيقل عزيمته، بيقل أداءه، ما راح يعطي. وهذا اللي قاعد يحصل بنادي الغاتسية، خصوصا إذا كان لاعب هذا نجم نادي الغاتسية. مو أي أحد يمسك نادي الغاتسية، لكن نادي الغاتسية، وأنا لكم ناصح، ما يعرف إلا واحد، الجنرال. اتركوا عنكم هذا الكبر، اتركوا عنكم هذا العناد، واتركوا عنكم هذا يعني الخلاف. واللي يقولها أنا الآن من حرة والله، محمد إبراهيم يوم ترك نادي الغاتسية ترك لأن خلاف برا النادي. شو العالم هذه؟ نعم، وهذه ترى شوف، من ابتعد محمد إبراهيم ونادي الغاتسية، ما هو نادي الغاتسية الفريق. بتكلم صراحة، أدري تؤلمكم الصراحة هذه، لكن أنا بقولها عشان أرتاح. رد محمد إبراهيم، لأن محمد إبراهيم يوم ترك نادي الغاتسية ترك وهو بطل الدوري وبطل الكاس، ويوم الفريق كان في عز تألقه أيام كيتا والسومة ومحمد إبراهيم والثلاثة هذيل. يوم راحوا نفس السبب ترى. اي نعم، نفس السبب. وأقول لكم بعد كلمة تزعل، ترى شئلة محمد إبراهيم وابتعاده لأن اللاعبين يحبون محمد إبراهيم. يلا، وفي ناس يضرهم هالشي، يضايقهم، ما يبون أحد يحب محمد إبراهيم. إيه نعم، حقيقة تبي تأخذونها ما تأخذونها، أنا ناصح لكم، متمسكين معاندين، يبي اللاعبين ما يبي المدرب يعتمد الفريق، مو قاعد يتمرن الفريق، ما يكمل 90 دقيقة يركض، مو قاعد يتمرن، تبي تعاندون؟ ما يصير. شنو هذا؟ أزل على محمد إبراهيم هذا أعاند؟ لا شنو يعني تبي يركع لك محمد إبراهيم؟ ما يركع لك محمد إبراهيم الجنرال هذا. وللأسف من الأسباب اللي في الرياضة الواحد يتحسر حقيقة وتضايق، أنه يعني واحد ما أقل أنه يقيم محمد إبراهيم، بس ما تقيم محمد إبراهيم أصلاً. محمد إبراهيم رمز في نادي الغاتسية كلاعب وكمدرب، وأكثر مدرب، هذا الإنصاف عزيز، أكثر مدرب. تحب محمد إبراهيم ما تحب محمد إبراهيم مشكلتك،
لكن بنواف اكثر مدرب بل اعظم مدرب اصلا في نادي الغات في في في, في الكويت كلها بطولات وانجازات ولا بين بينكم الفريق ما يمشي محمد ابراهيم مع ابو نواف 30 لاعب يتمرن من اول موسم لاخر الموسم وانا اشاهد عليها اللاعبين كلهم اسالوا لاعبي نادي الكويت شنو محمد ابراهيم اسالوا لاعبي نادي العربي شنو محمد ابراهيم اسالوا لاعبي نادي الغاتسي الموجودين يكفي بس محمد ابراهيم انه هو اللي اكتشف الثروه الوطنيه المتمثله بالنجم بدر المطوع من اكتشف بدر المطوع غير محمد ابراهيم محمد ابراهيم لعبه معانا وهذه قصه لها حلقتها وبدر قلنا منه صغير قلنا منه اللاعب هذا اللي لعب محمد ابراهيم محمد ابراهيم صنع الفريق محمد ابراهيم اعطى الفريق محمد ابراهيم اللي تقولون نادي الغاتسية في لاعبين هذا الحين نقول كلهم نجوم اقوى فريق من 3 سنين الاخيره الفريق هذا تقول محمد ابراهيم لاعبين هم اللي يلعبون غير مدرب هذا اللاعبين الان من غير محمد ابراهيم شوف لا محمد ابراهيم يعني ضروري يتواجد سنه من السنين بال2003 بعد شيلة رادان نفس الظروف خسرنا الدوري بطريقه يعني مبكر قعدنا قسم كامل بس نلعب كذي والله غردت تغريده موجوده قلت كلمه السر بالجنرال طبعا لا موني عليها الكثير وانت مالك شغل وانت كذا وانت كذا لكن يا سبحان الله فعلا ردوا محمد ابراهيم ومسكنه كان ناخذ كاس ولي العهد وكاس الامير كاس ولي العهد وكاس الامير الجنرال فرصة يا جماعة وأنا والله إني أستغرب محمد إبراهيم موجود يعني طبعا فنيا لا أحد يقول لي فنيا ها لأن يعني محمد إبراهيم تفوق على مدربين أسعارهم يمكن يعني سعر المدرب فيهم أكثر من ميزانية الكرة الكويتية كلها أمثال الروماني مال العين وغيره وغيره مدربين كثر تقولوا لي تبتكبرون وتعندون ما حد راح يخسر لنا الغاتسية هذا أنا الكلام قلبي هذا الكلام اللي لازم الناس تعرفه لأن أنا أعلم بنواف ما يتكلم بنواف ما راح يقول السبب الحقيقي لكن أنا أعرف السبب الحقيقي وهذا أنا الآن قاعد أمه محمد إبراهيم مسألة ما هي فنية المسألة خلاف برا الملعب برا الملعب شنو هذا اي رياضه هذه برا الملعب تعاقب اللاعبين وعاقبت اللاعبين عاقبت اللاعبين واول ما ننظر محدثكم جلبوا لي مدرب عمره كم يمكن 20 سنه مدرب اسباني قالوا له بطاقم اسباني عمره 20 سنه الله اكبر يبي يدربني مرتبك ما اعرف عمره 20 سنه ليش؟ مالي محمد إبراهيم مزين طيب أنا شون 116 مباراة دولية لا هالمدرب هذا زين معقولة؟ شنو هذا؟ اسمعوها نصيحة من محب وأعتقد أنكم تشكون بحبي للفريق عودة الجنرال مطلب أساسي تحبه ما تحبه هذا أمر آخر لكن هذا عمل هذا عمل عارفين ان محمد ابراهيم مو واحد والله نبي نجامله نحطه لا 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 ما يوصلون مواصيله ولا انه يعني فرق شاسع فرق بينه وبين المدربين فارق بنواف كل دوري ناخذه وكل بطوله ناخذها لها دور محمد ابراهيم والله ان بنواف مظلوم اعلاميا لان احنا هذه مشكلتنا بالكويت لان كويتي عادي لو انه اشقر وكذا وهذا اسمه لا قلت اوه شنو هالمدرب ما في مدرب ما في مدرب يعني بالكويت قدر على محمد ابراهيم نادي الكويت يا ابو الاف مدربين هزمهم كلهم العربي كاظم ما ادري منه ما حد قدر يغلب محمد ابراهيم تروحون يا نادي الغاتسية وعندكم القوه اللي بذكاء منه يعرف شلون يلم اللاعبين هذول كلهم يتحكم بهاللاعبين كلهم يرد الثقل اللاعبين ما نبي ليش تهاوشنا معه برا هذا اختلفنا معه شنو هذا ما يصير
والله ما يصير، مو كافي، راح السومة بسبة نفس الشخص، راح كيتا نفس الشخص، محمد إبراهيم نفس الشخص، شنو هذا؟ والله ما يصير يا أخي، والله العظيم، والله العظيم، يعني مو معقولة. وترى قرب اللاعبين محمد إبراهيم وشون التعامل، أنا ما أدري ليش يضايقهم. شو اللي تبوني بعد أمر؟ تبون واحد يسمع كلامكم؟ يلا اخذوا هذا، يلا عنده 13 لاعب واللاعبين كلهم تذمرون، أبشركم اخذوها مني، قاعد تذمرون، ما حد ما يعرف يتعامل معهم. محمد إبراهيم يوم كان يمسك الفريق إداري مدرب، أول واحد يدخل نادي وآخر واحد يطلع بعد، يلا قولوا لي، ولا لا يكون محمد إبراهيم بس أقول لي بلعب لاعب يخسره، يلا قولوا لا. إذا الحب أكثر ناس يحبهم محمد إبراهيم وعلاقته شخصية معهم برا الملعب ما يلعبون. أذكر أيام كان أحمد بلوشي الآن المجمد وغيره، يعني يطلع معاهم برا لكن ما يلعبون بالملعب، ما في مدرب يلعب واحد يخسر. بنواف الجنرال بطولة الدوري بطولات محلية هذه يعني كان جدا راهي عليها أصلا ولا يحسب لها أي حساب، يعني كل اللاعبين شاركون. والله يا جنرال كنا البطولة الأسيوية، البطولة الأسيوية القوية يبون واحد بس، يبون الأول، الجنرال يصعد الفريق. يبون واحد بس، بونا واف راح يا فريق الاتحاد لازم يتأهل. يعني بطولة الدوري علاقته مع محمد إبراهيم ما أدري، يعني يمون على الدوري أكثر ما يمون على عياله. والله عظيم، والله الجنرال يا جماعة سووا كل شيء، حتى يوم مسك نادي العربي، ترى العربي أسوأ فريق، أسوأ تشكيلة لاعبين اللي أيام محمد إبراهيم يوم مسك الفريق وغلب الغاتسية 3-0، يوم مسك نادي الكويت، الكويت ضاع منهم الدوري، محمد إبراهيم رد لهم الدوري. معانا يا جماعة الموسم اللي تعادلنا في الزعامة يوم محمد إبراهيم، والله العظيم يعني نواف لعب دور كبير، كل البطولة لعب فيها دور كبير. الموسم الحزين اللي ودعنا فيه اللي يذكر، اللي يعني كنا فعلا فريق يعني لا يقهر، والله بنواف طلع زعلان، كيتا طلع زعلان، السومة طلع زعلان، والله يسامح اللي كان السبب. مو عيب انك تخطئ، لكن العيب انك تكابر وساكتيلك. انا والله الفريق واللاعبين اخواني وعمري كله عشت بنادي الغطسية أكثر ما عشت بيتنا وبيتي، ومن واجبي أن يتكلم لهم. ما حد راضي عن نادي الغطسية، عندك خلاف، عندك ما، هذه مشكلتك، مشكلتك، لكن مصيبة، مصيبة إذا محمد إبراهيم موجود بهالتاريخ بهالإنجازات بهالاسم الكبير مرعب، اسمه بس يخوف. قول محمد إبراهيم الحين رد نادي الغطسية، شوف الفرق شو أدخل. والله ياما سويناها، محمد إبراهيم يمسك الفريق والله العظيم رعب. لا عطى الله الغيب، ما عاد شوف يبقى محمد إبراهيم إذا هو طيب وما يتكلم، إحنا يعني يحسب حساب فلان يحسب حساب اللان، لكن إحنا نحب الفريق، وأنا أحب كل الناس والله العظيم في نادي الغطسية، أي واحد غطساوي يعني لي شيء، لكن الوضع اللي قاعد يحصل من الغطسية وضع خاطئ، وضع مؤسف، وضع الحل معروف بس يمكن ما حد يدري إن شنو يعني السبب، ولا أنا أدري، وأنا أعرف إن كلمة السر اللي في 2013 أنا كتبتها، والله نفس الظروف، ويوم رد محمد إبراهيم وهو راهي خذينا الكاسين. مو عيب انك تخطئ، العيب انك تكابر بالخطأ. واذا رد محمد إبراهيم عادت الروح للفريق واكتمل الفريق، وصدقوني ما حد يغيب الا يمكن الاداري هذا ضايق ولا شيء. بس سلام.
وأنا بعد قلبي عوره، بس خلي يتمنون النجاح ونتمنى للكل النجاح.